بعد أكثر من عام يغادر بلعيدي بوابة المعتقل دون أن يعرف حتى لماذا تم اعتقاله. لاعب نادي حسان والمنتخبات الوطنية أصبح حرا طليقا، لكنه نادم بالتأكيد على عام من المعاناة ولا من عمره دون تهمة أو قضية. بلعيدي واحد من بين العشرات الذين واجهوا ذات المصير، اعتقال وتعذيب وإخفاء دون توجيه أي تهم لهم. أهالي المعتقلين ينفذون وقفات احتجاجية كل أسبوع، وجل مطالبهم عرض أبنائهم على المحاكم، لكن السلطات لا تلقي بالا لمطالبهم. يقول الأهالي إن أبنائهم متواجدون في سجون تخضع لإشراف قيادة التحالف العربي ويتعرضون لصنوف التعذيب. خلال الفترة الماضية تم الكشف عن عشرات المعتقلات في عدن وحضرموت تشرف عليها القوات الإماراتية وقوات أخرى مدعومة من الإمارات أيضا. لن نعرف وين مصير أخواننا وأولادنا، هذا الذي نقوله من أجل مختفي قسريا. نائب وزير حقوق الإنسان وعد بحل ملف المعتقلين خلال شهر قادم، وأن المعتقلين سيتم عرضهم على المحاكم والتحقيق فيما سيوجه لهم من تهم، وعلى ضوء ذلك سيفرج عمن تثبت براءتهم. فهل سيتحقق وعد الحكومة هذه المرة أم أنها تصريحات تطلق في الهواء وحسب؟